على وقع ترجي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن، عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه بمدينة القبة اجتماعا موسعا مع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبد الله الثني وعدد من المسؤولين. المكتب الإعلامي لمجلس النواب أوضح أن الاجتماع جاء للوقوف على تلبية مطالب الشارع بشأن تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن، وفي مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء وانعكاسها على الحياة اليومية، والوقوف على ذلك من خلال تقديم شرحا مفصلا لعمل الحكومة والوزارات والهيئات المعنية حول ما آلت إليه الأمور. كما بحث الاجتماع الوضع الصحي في البلاد بشكل عام والوضع الوبائي لجائحة كورونا وتوفير المخزون الكافي من الدواء للأشهر القادمة لتجنيب نقص المخزون الدوائي في البلاد. وتناول الاجتماع أيضا أزمة نقص السيولة بالمصارف التجارية وضرورة إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز هذه الأزمة والتخفيف من واقعها على المواطن. وأضاف المكتب الإعلامي أن الحكومة الليبية تقدمت باستقالتها لرئيس مجلس النواب وأنه سيتم عرضها على المجلس للنظر فيها. يذكر أن الاجتماع ضم أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورؤساء اللجان الفرعية بمجلس النواب ووزراء المالية والصحة والاقتصاد وعضو لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء.